متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم. اليوم احنا في المدينه الزرقاء او مدينه تفشاون. اليوم ان شاء الله احنا في ضيافه مهرجان تفشاون للضحك في النسخه الثانيه ديالو، من بعد ما كانت النسخه ديالو الاولى في 2019 وكانت ناجحه ووقفات في سنه 2021 بسبب 2020-2021 بسبب الجائحه. اليوم 2022 كيرجع مهرجان تفشاون للضحك بعوده قويه جدا جدا مع ابرز الفنانين والممثلين والمؤثرين المغاربه. بقوا معنا باش نعرفوا شكون حضر ونعرفوا الترتيبات الاخيره. سيدي حمزة، مرحبا بك. الله يحفظك حبيبي، ومرحبا بيا في أشواقع. أشواقع اليوم هنا. أشواقع اليوم في مدينة تفشاون. اليوم مدينة تفشاون المدينة العالمية غتستقبل الدورة الثانية لمهرجان تفشاون للضحك. نسخة أولى كانت مرت ناجحة أو مرت بنجاح الحمد لله، طبعا بفضل المجهودات ديال الجمعية، جمعية جسور المدينة تفشاون. ف الدورة الأولى كانت صراحة مميزة بحضور ألمع نجوم الكوميديا وألمع نجوم الموسيقى المغربية وأيضا ألمع نجوم الكوميديا. كان حاضر عبد الخالق فهيد، كان تكريم ديال الفنان المغربي عبد الخالق فهيد اللي عطى الكثير والكثير للسينما والمشهد السينمائي المغربي. صراحة واخا التكريم ديالو داك التكريم كان قليل في حقه، لأن دائما كنقولوها التكريمات كتكون مجرد عربون محبة وعربون صداقة وعربون اعتراف للفنان بالمجهودات اللي قام بها في الكارير ديالو. كانت النسخة الأولى ماشي غير ناجحة وصافي. وكان حاضر معنا أيضا ميميح، كان حاضر محسن الدهري، كان حاضر أحمد شوقي الفنان العالمي أحمد شوقي، كان حاضر فيها حاتم إدار اللي كان قدم واحد الشو سبيسيال، وكانوا مجموعة من نجوم اللي إذا يسمح لي، وكان كحلوش، وكانوا بزاف ديال الفنانين اللي عاطين في الدومين، ماشي عاطين في الدومين، إنما عندهم خلاو اللمسة ديالهم وباقين كيعطيو المزيد للفن والساحة الفنية المغربية. المهم الدورة الأولى مرت بنجاح، يا سلام، والآن نحن على مشارف الدورة الثانية، واليوم هو اليوم الافتتاحي للدورة الثانية لمهرجان تفشاون للضحك. اليوم سيتم تكريم المخرج والرائع حسن الشاوي، الأستاذ حسن الشاوي اللي عطى بزاف المشهد السينمائي المغربي مجموعة من الأعمال، وانتم غادي تشوفوها إن شاء الله في السهرة غنكرموه، ومجموعة من الفنانين اللي حاضرين أيضا بشرة أهريج، حضر معنا أستاذ عبد الله فركوس، كمال الكاديمي، والعديد من الأسماء اللامعة في السينما المغربية وفي المشهد السينمائي المغربي. سيدي حمزة اسمح لنا قطعك، أنت طبعا اليوم هو المنشط ديالنا، أنا هو المنشط، غتكون زاهية الأمور. غتكون ان شاء الله ماشي زايه وصافي، انما بحال اللي كيقول المثل كما يقول القائل غتكون الروينه في الكوزينه. نحاولوا اننا دائما نعطيو المهرجان تفشاون للضحك حقه على مستوى التنشيط، لان التنشيط هو اهم حاجه في التنشيط. الفقرات ديال المهرجان هي اهم شيء، هو انك تكون منشط وتقدر ان تخلي البوبليك معك من دقيقه واحد حتى الدقيقه الاخر، وهذا هو الدور ديال المنشط. وانا بحكم العمل ديالي في الراديو وفي التلفزه مع مجموعه شدا، فانا اليوم هنا كصحفي غنعمل التغطيه الاعلاميه بحالكم وبحال موقع أشواقع، وايضا غادي نقدم فقرات هذا المهرجان، وهذا الشرف لي، حيت كنشكر طبعا الاداره المهرجان على الثقه ديالها المره الثانيه اللي عطاتها لي باش نكون حاضر في هذا المهرجان. التوفيق ان شاء الله. نختم معك بشي رساله اللي توجهها للجماهير الشماليه والشفشاونيه بوجه انا قبل ما نوجه للجماهير، بغيت نوجه رساله للمسؤولين على الثقافه في المغرب والسينما في المغرب والفن في المغرب. يعاني خاصة بعد أزمة كوفيد، مع العلم أنه عندنا كفاءات وعندنا ما يقدر صراحة بزاف. فهذه رسالة للمسؤولين أنهم يشوفوا بعين الرحمة للممثلين والقطاع ديال السينما والقطاع ديال المسارح. دور المسارح حتى هي تفتح وترجع تفتح وترجع تستقطب الناس وتستقطب لي سبيكتاكل. وبغيت رسالة أخرى نوجهها للوزير الثقافة،
يعاون الشباب بحال هاد الشباب اللي غيقوموا بهذا المهرجان هذا، يعاونهم بكل ما اوتي من قوه، لان انا كنشوف الناس ما عندهمش مساكن، ما عندهمش امكانيات ماديه، ولكن عندهم امكانيات بشريه. شوف تبارك الله شحال من واحد خدام الشهور عديده هما كيديبلاصاو والسفر. فارجو من المسؤولين على قطاع الثقافه في المغرب انهم يعاونوا هاد الشباب ويقدموا لهم يد المساعده. اما بالنسبه للرساله ديالي اللي غنوجهها للجماهير المغربيه بشكل عام، ليس فقط الشماليه او فاحنا مغاربه من طنجه حتى للقويره، هو ان الجمهور المغربي هو جمهور ذواق، يعرف ما له وما عليه، يعرف كيف يختار الاعمال الفنيه الرديئه والجميله والمستحسنه وما الى غير ذلك. فرساله انني رساله اليوم انني نطلب منهم يدعموا الفنان اللي عاد بادي، ويقفوا مع الفنان اللي واصل، ويدعموا الشباب اللي عندهم مواهب، لان الان السلطه اصبحت في يد الجمهور. فارجوكم عاونونا وساعدونا ولو غير بكلمة طيبة، لأننا محتاجين في الدعم ديالكم. تبارك الله عليك با حمزة، شكرا. شكرا حبيبي، ومرحبا بكم في الشاون. الله يكبر بك. شكرا شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.